بعاد كلهم معروكة. هيه هيه بيبونا تير غشار وبربر طامو حي للدوكة فتيت غشار وبربر طامو حي للدوكة فتيت فتيت. كيف ما شفتوا اليوم انطلاق النسخة الثانية من مهرجان خيمة الثقافة الحسانية واللي هو بدعم طبعا من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وولاية جهة الرباط والمندوبية السامية لقدماء أعضاء المقاومين وجيش التحرير ومقاطعة مجلس مقاطعة حسان اللي راهنوا عليه على أن نوصلوا هذه الثقافة الحسانية يعني من عمقها بما فيه كيف اللي تشوفوا المداخلات العلمية وشفتوا الخيام الموضوعاتية اللي فيها مجموعة من الاكسسوارات التقليدية الألعاب الشعبية النقوش الصخرية النيازيك بالإضافة إلى معرض مجموعة من صور المقاومين ونتمنى وإن شاء الله عن هذه النسخة تعود ناجحة وتنالي إعجاب ساكنة العاصمة الرباط وتستفاد منها ونتمنى وإن شاء الله عن النسخ القادمة تعود أفضل وأفضل. وجود ديالنا هنايا كنساندو المهرجان ديال الخيمة الصحراوية بحكم العلاقات اللي كتجمعنا مع جمعية سمارة للألعاب التقليدية، إذا حنايا كنساعدوهم باش ينجح هذا المهرجان ديالهم ديال الناس ديال سمارة عامة والناس ديال الصحراء عامة باش يكون واحد المهرجان اللي ناجح حافل بعدة معطيات منهم الألعاب التقليدية. وحنا هنا كنجينا كنساندوهم بالالعاب التقليديه داكشي اللي تعلمناه من الاخوان ديالنا وداكشي هذا واللي كنطبقوه على ارض الواقع باش نحيوا الالعاب الشعبيه. لعبه اردوخ هي لعبه عريقه، هي كتشمل جميع التراب الوطني المغربي، هي عباره عن ستيلي تراديسيونيل ماروكان كتشمل جميع التراث المغربي، كتلعب على الرمل، المتبرزين كيكونوا جوج، الاسقاط هو الاهم شيء بالنسبه ما كيخدموش فيهم رجلين ولا الضرب ولا اللكم، وهي شامله المغرب كامل، هي المشاوشه بالنسبه للناس ديال مراكش، هي القراره بالنسبه ديال الرباط الزمور زعير، هي المسيسه بالناس ديال مكناس، وهي الطعابيزه بالناس ديال الجديده. الرياضات اخرين هنا كيف كتشوفوا كاين لعبه ديال السيق هنايا اللي كتهم الفتاه الصحراويه والمرأة الصحراوية عامة، لعبة سيق. لعبة سيق هي عريقة كذلك في الصحراء المغربية الحبيبة، اللي كانت كتشغل الوقت ديال المرأة ملي كيكون الراجل خدام وداكشي، لأن كتستغرق وقت طويل، كتلعب ما بين جوج حتى ربعة العيالات، وكتستغرق حتى نص نهار حتى النهار بعض المرات كيكملوا. ولكن جات الفتاة الصحراوية كذلك حتى هي خدات واحد البادره، كونت واحد السيق العصري، السيق العصري اللي ما كيستغرقش وقت طويل، هي كيتاولوا على واحد المده معينه وكيحدوا على المقاييس ديالها والقوانين ديالها. هذه اللعبه هذه سميتها السيق، وكتلعب في الاقاليم الصحراويه بين النساء بعضهم بعض، وكيرفهوا بها على النفسيه ديالهم وعلى الذات ديالهم. كما مثل الرجال كيلعبوا مثلا الضامة في الأقاليم الأخرى، والعيالات اختاروا هذه اللعبة هذه من زمان زمان، كيرفهوا بها على النفسية ديالهم وعلى البيئة فين عاشوا أبا عن جد، من العيالات الكبار للطفيلات الصغار كلهم كيحبوا هذه اللعبة. هذه اللعبة اللي تقريبا اللي يلعب وربح مثلا هاد الوداد هادو، هاد السهم هادو كيلعبوا به، واللي ربحات مثلا على الاخرى مثلا كتجي حتى الرقم 8 وتقول لها شي نكته اللي تضحك العيالات باش تخلفها على اللعبه ديالها ما انتبهش، ولا ارتكبت شي خطا الاخرى كتاخذ من المتجر واحد شي رمزي كتخلص عليه.